ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا على هوم سينما. النهارده في ستيفلر رياكشن جديد هنا على هوم سينما. النهارده هنعمل تريلر رياكشن لفيلم اسمه بلس. ده المفروض هينزل برضو الشهر الجاي على تقريبا برضو منصه من المنصات على امازون، على برايم، على امازون برايم او برايم فيديو. الفيلم من بطوله اوين ويلسون وسلمى هايك، وتقريبا المخرج مايك كاهيل، معرفوش بصراحة مين مايك كاهيل ده. عمل أوريجينز معرفوش بصراحة، ما شفتش أوريجينز برضو. ده فيلم ولا مسلسل؟ أوريجينز ده إيه؟ ثانية كده بص، معلش. أوريجينز ده فيلم مشفتهوش، بس شكله حاسه هيبقى حلو، معرفش ليه يعني، باين من بره كده، أنا عندي إحساس برضو كده من بره بشوف كده الفيلم ممكن يبقى حلو ولا لأ، ممكن حتى من غير ما أتفرج على تريلر على فكرة. حاسه هيبقى حلو الفيلم ده، عمري ما اتفرجت عليه. بليس ده برضو هينزل الشهر الجاي في فبراير. انا قايل لكم الشهر الجاي ده هيبقى فيه شويه افلام عنب، انا مش عارف هو فيه ايه بجد يعني. يعني تخيلوا دي الافلام اللي هتنزل على المنصات التانية، ما بالكم بقى على الافلام اللي هتنزل على منصات نتفليكس. انا اصلا مفروض في فيديو بعد ده ان شاء الله باذن الله هيكون اخر فيديو على هوم سينما، لان يعني كل الفيديوهات اللي انتم شفتوها اليومين اللي فاتوا دول كانوا فيديوهات انا عملتها في قعده واحده. ف الفيديو اللي جاي هيكون اخر فيديو اللي هو الافلام اللي هتتعرض على نتفليكس في شهر 2021، فمتحمس اشوفهم فشخ. ايه هم الافلام؟ مش عايز اطول عليكم كتير، تعالوا نشوفوا دلوقتي معانا التريلر لفيلم بلس بتاع اوين ويلسون. شفتوش قبل كده ولا مره؟ هشوف معاكم التريلر دلوقتي لاول مره على هوم سينما، يلا بينا. I don't know if it's real. Love. Hi, Dad. I wanted to talk to you about my graduation. I think I'm going to be there in the bleachers. I'm going to see you in your... Let me... I call you back? Okay. Taking the day off in here? I want to tell you something really cool. You see all these people outside? They're not real. There's my guy. Welcome home. This place is overwhelming. Ugly, simulated world to generate appreciation for the real world. Why am I not remembering any of this? But I say, you have to experience the good. To appreciate the bad. I'm a little disoriented. You're my guy. Dad. Graduation. She feels real. I'm scared. Your head's not on straight. So how do we fix it? It's amazing how easy humans can get used to even something spectacular. بصوا، انا مش من محبين قوي الافلام اللي هي الساي فاي، بس اكون صريح معاكو الفيلم شكله انتريستينج جدا جدا جدا. اوين ويلسون انا بجد مبسوط قوي ان هو رجع يعمل حاجه جديده، واخيرا رجع تاني على الشاشه. انا اخر مره شفت فيها اوين ويلسون كان في مسلسل لوكي، في اعلان مسلسل لوكي، ولوكي طبعا لسه ما نزلش لحد دلوقتي. اخر مره اتفرجت على اوين ويلسون كان في التريلر بتاع لوكي. انا بصراحه مبسوط جدا ان اوين ويلسون اخيرا رجع يعمل حاجه جديده، وشكلها بصراحه حاجه جامده. حسيت، عارفين حسيت ايه وانا قاعد بتفرج؟ حسيت عطاني شويه الفايبس بتاعت ماتريكس، معرفش ليه حسيت شويه كده وانا قاعد بتفرج حسيت الفايبس بتاعت ماتريكس. بصوا، علشان برضو ما ظلمش الفيلم قوي، وانا زي ما قلت انا مش من محبين الافلام الساي فاي، بس انا بجد مبسوط فشخ ان ويلسون راجع يمثل. فانا نسبه ترقبي للفيلم ده هي ممكن تكون 5/10، مش اكتر من كده. وبرضو عشان اكون صريح معاكو، الفيلم على الرغم انه ممكن يكون شكله حلو، بس انا بصراحه مش عارف اذا كان هتفرج على الفيلم ولا لا، يعني برضو عشان يعني مش عارف قوي، لان انا برضو مش من محبين زي ما قلت ساي فاي موفيز. فانا هحطه، عارفين اللي هو 50-50، مش عارف اذا كان هشوفه لا. بس بالنسبه للتريلر رياكشنز الثانيه اللي انا كلها عملتها دي، افلام كلها انا هتفرج عليها، اللي انا عملت لهم تريلر رياكشنز في الفيديوز اللي فاتت دي كلها طبعا هتفرج عليها في شهر فبراير. بالنسبه للفيلم ده بصراحه عشان ما كنش يعني برضو مش عايز اضحك عليكم واقول لكم لا هتفرج عليه ومش عارف ايه، ما اعرفش، 50-50 هخليه 50-50 يعني، لسه هشوف. بس ما عنديش اي حاجه ثانيه اقولها عن فيلم بلس. شكله فيلم فريد من نوعه في الساي فاي، مستقبل بقى وحركات وبتاع وحاجات بقى يعني
شكله فيلم، لا شكله فيلم متكلف بصراحة عشان أكون صريح يعني، شكله فيلم متكلف ومعمول، معمول فيه شوية شغل حلوين يعني. بس ما عنديش أي حاجة تانية أقولها عن فيلم بليس. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم إن شاء الله، أشوفكم في فيديوهات تانية قريب. متنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقة عجبتكم، متنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم ألون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وإنستجرام برضو هسيب لكم اللينك بتاعهم في الديسكريبشن. باي باي.